اعطيني شوية وياك مراكز صحيح وش وقت ما ابو حمودي اي واحد يريد يسولف يلا اوكي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم شفناكم مستشفى الصويرة طالعين هنا وطبعا اليوم عطلة. نعم عطلة ومع العلم انه طلعتوا رايدين تحكينا شويه عن الموضوع اليوم ويا الطلبه والمتظاهرين. احنا نشارك اخواننا بالاعتصام. نعم. مفتوح طبعا ونشاركهم المظاهرات واحنا نازلين ناخذ حقوقنا يعني من هاي العالم الفقري اللي قاعده خريجين قاعدين دوار يعني قاعده ايه. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام حي. شكرا جزيلا على هاي قناتكم الموقره في تغطيه هذه القناه. احنا اليوم كادر مستشفى الصويرة العام جاي نساند المظاهرات نساند اخواننا المنتسبين جميعا. هاي المظاهرات احنا غايه منها اسقاط الفاسدين واسقاط ايضا الحكومه لان 16 سنه هاي الحكومه لحد الان ما قدمت اي شيء وكله وعود كاذبه وفاسخه وما حصلنا اي شيء. فاحنا متضامنين ويا اخونا جميع الدوائر سواء الطلاب وكافه المنتسبين واعلنا اليوم اضراب عن المؤسسات وان شاء الله شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رايدين تحكي لنا اليوم شنو وقفتكم؟ والله اليوم وقفتنا تضامنا مع اخواننا المتظاهرين في ساحة التحرير وباقي المناطق وفي مركز المحافظة حول اوضاع البلد. 16 سنة من الاحزاب حكومة تحزب اي فائده ما كل البلد. شنو كان دور مستشفى الصويرة بساحة التحرير؟ والله كان لها دور؟ كان لها دور كلش كبير يعني تبرعوا اخواننا من الكوادر التمريضية بساحة التحرير بمفرزة طبية سوينا وكان جمع ذاتي يعني بيناتنا الموظفين والاطباء والهاي جمعنا لشراء ادوية لاسعاف اخواننا المتظاهرين هناك. شكرا لك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله عيوني. الله يخليك. الله يسلمك. كنا اليوم عن طلعتك هنا. والله هي يعني وقفة احتجاجية يعني احنا لان الظاهر الحكومة بعد انه ما تستجيب طلبات الجماهير فهي بعد انه الموضوع انه دا يصاعد شوي شوي انه راح يصير اضراب عن الدوام نقول اضراب مدني يكون كذلك اسناد يعني اخواننا اللي بساحة التحرير وبقية المحافظات الجنوبية بالناصرية بالبصرة. احنا مطالبنا وحده يعني هاي الاصلاحات الترقيعيه بعد ما تشتغل نقول من الاحزاب احنا نريد تعديل قانون الانتخابات كذلك الغاء المفوضيه الحاليه والاسراع بتشكيل حكومه مؤقته الى ان يتم اجراء يعني الانتخابات النهائيه يعني تكون فتره اقصاها فتره 6 أشهر او الى سنه. احنا بعد هاي الاحزاب كل ما تبقى بعد بالعراق هاي الحلول الترقيعيه بعد مرفوضه وهذا مطلب كل المتظاهرين وكل الشعب العراقي ان شاء الله. شكرا. انا وسهلا يا مرحبا.